نجحت قواتنا في اقتحام قناة السويس ورفع علم مصر على الضفة الشرقية للقناة. ما زال هناك الكثير عن حرب أكتوبر لم يحكى بعد. نقدم لكم من إنتاج الوثائقية قصة النصر العظيم على ألسنة أبطالها. لحظة العبور. لو مش سلاح المهندسين ما كانش موجود ما كناش عبرنا. 220 طائرة تضرب النقط الحصينة اللي في قصر برليف. لجنة أجرانات. جولدا مئير لا تود تشكيل لجنة للتحقيق فيما حدث. تعد نفسها لكي تفلت من الحساب. مشير ديان بكى قال إن إحنا الآن لا ندافع عن سيناء ولكننا ندافع عن إسرائيل. الثغرة. إذا ما كانت نقطة الدفرسوار واحدة من ثلاث نقط مرشحة أن يحصل فيها ثغرة، كيف حدث هذا الاحتمال على أرض الواقع؟ من حقق أهدافه هو اللي فرض شروطه. لولا الخسائر دي كانت إسرائيل تقبل بأن هي تنسحب. صمود السويس. أجبن عسكري في الواجهة العسكري الإسرائيلي. جولدا مئير فقدت الأمل في أن المدينة تستسلم. وبينك وبين السويس فركة كعب، ما قدرتش تاخد السويس. الفترة الصغيرة دي علمتنا معنى الوطن. أكتوبر في عيون العالم. كيف تمكن الرئيس السادات من مهاجمة الجانب الإسرائيلي وهو مجهزاً بمركبات وطائرات أمريكية حديثة؟ تجد أن جودة وكثافة الدفاع الجوي على الجانب المصري فاجأت الإسرائيليين. مهندسوكم المصريون كانوا قادرين على صنع الفارق. أنا حاربت إسرائيل. قائد السرية اللي نحن أبو سينا بات ملكنا خلاص. لو رجع بيها الزمن نحارب تاني وحاسس أن حضرتك بدبابة تاني. أغنية النصر. خلي صلاح صاحي اتعملت في فترة الثغرة. هدف هذه الأغنية خلي بالك الحرب ما خلصتش لسه. أول أغنية أذيعت رايحين شايلين في إيدنا سلاح. الأغنية فضلت مسيرة من النضال والكفاح. عايز يقول إن كل الناس حاسة بحلاوة النصر ده. صاحي صاحي صاحي. من رسائل الجبهة. زوجتي الحبيبة، أكتب لك هذه الرسالة وأتمنى من الله العلي القدير أن يكون عيدا للنصر إن شاء الله. الوثائقية. القصة كاملة.